السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا فيكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا الطبي اسأل طبيب. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، اخترنا لكم اليوم موضوع مهم وشيق وهو حول الحفاظ على صحة وجمال البشرة. طبعا مشاهدينا، جمال ونظارة البشرة يعد من أحد أهم مقومات الجمال، فالوجه هو النافذة التي نطل من خلالها على العالم، وأكثر ما يؤرق النساء والرجال طبعا هو الحصول على بشرة نظرة ومشرقة وتجنب شحوبها وظهور البثور عليها. ويوجد عدة عادات تعمل على إصلاح البشرة وأخرى طبعا تدمرها، ويتوجب علينا اختيار العادات التي من شأنها الحفاظ على جمال وتحسين البشرة. طبعا دكتور محمد، بنتكلم بشكل مفصل في الموضوع وراح نتعرف على ضيفتنا من خلال التقرير التالي. شو المشكلة تعاني؟ أنا خذيت راكيتين من قبل، صار لي الحين سنة وكم شهر مخلصة، بس للحين أعاني من حفار وفيني ريد سبوتس. الحين حاطة شوية مكياج، بس بدون المكياج يبينون الريد سبوتس والحفار، فهاي الشيء اللي مضايقني. أيه. وأنتي لما خذيتي راكيتين خذتي الكورس كامل؟ خذتي على حسب وزنك بمتابعة الطبيب؟ أوكي، والحمد لله نتائجك كانت زينة. طبعا اكيد شرحوا لك مع الرواكيتين ان الرواكيتين يعالج حب الشباب ويعالج المشكله نفسها، لكن للاسف الاثار اللي صارت من قبل الرواكيتين قد شويه يحسن منها، لكن هاي مو جزء من وظيفته. فبالتالي عقب ما انت تخلصين الكورس مال الرواكيتين نحتاج ان احنا نبتدي نلتفت حق هاي الاثار. في السابق كنا ما نسوي اي علاج لمده على الاقل 6 اشهر بين الرواكيتين ما تخلصينه، وان احنا نقدر نسوي اي شيء حق الاثار. والحمد لله الدراسات وفي اخر المؤتمرات العالميه قالوا ان يعني الدراسات بينت انه ما في مشكله ان احنا نبتدي العلاج حتى قبل هاي الموضوع، بس لازم ما يكون في اشياء معينه كونترا انديكيتد، اللي هو معناته احنا ما نقدر نسويها. الحمد لله الطب وايد تطور. اول اذا كان في احفار او ريد سبوتس مثل ما قلتي البثور الحمراء القديمه ما كان لها علاج، وكان الواحد بس لازم يبتدي يتعايش معها او يغطيها بالمكياج. بس العلم والطب وايد تطور، وصار في الحين اشياء ممكن احنا نسويها تحسن من الصوره. ما بنقول ان نشيلها 100%، ولكن الواحد يكون اكثر عنده مثل ما تقولين كونفيدنس وثقه انه هو يقدر يطلع عادي. فاحنا ان شاء الله نقدر نوصل حق هالنتيجه. طبعا مشاهدينا، نرحب بضيفتنا الدكتوره هاله عبد الوهاب، استشاريه الامراض الجلديه والتجميل. مرحبا فيك دكتوره في استوديو سأل طبيب. مرحبا دكتوره، اهلا وسهلا وشكرا على استضافتكم. طبعا دكتوره، احنا تكلمنا في التقرير وفي المقدمه ان هناك عده عوامل تؤثر على صحه وجمال البشره. لو احنا نتكلم عن هذه العوامل بشكل عام، شنو الاشياء اللي ممكن تاثر على البشره؟ طبعا في اول شيء احب ان انا امسي عليكم وامسي على جميع المشاهدين، واتمنى ان هالحلقه تكون يعني مفيده وممتعه لهم وخفيفه ان شاء الله عليهم ان شاء الله. طبعا في وايد اشياء تاثر على البشره، يعني من اهمها طبعا الترطيب، يعني كل ما الواحد شرب سوائل اكثر، شرب ماء احسن، رطب البشره كل ما يعني كان افضل حق البشره. منعتها من الجفاف وتجنبوا هاي المشاكل، جفافي اذا صار في جفاف يصير في حكه، وفي يعني بالتالي يعني تبعات اخرى. والشمس بعد وايد ياثر على البشره، تاثر على البشره. المكياج، اذا في شخص البنت ما تستخدم المكياج بصوره يوميه او هذي شويه وما تنظفه قبل النوم، اذا يستخدمون مثلا الكريمات الغير مناسبه حق بشرتهم، يعني في وايد عوامل ممكن الواحد اذا يعني عرف بشرته صح وقدر انه هو يتبع الطريق الصحيح انه هو يتجنب مشاكل بشره ويحافظ عليها يعني نظره وشباب بالفتره اطول. طبعا دكتوره، ممكن بشرتنا او شعرنا يقول لنا ان في مشكله داخل في الجسم احنا نعاني منها، فشنو المشاكل اللي ممكن ان تكون موجوده في جسم الانسان وتظهر على البشره او تظهر على الشعر؟ هو طبعا هاي الشيء اللي انت قلتيه دكتوره وايد مهم. هو فعلا يعتبر البشره او السكن ان جنرال يعتبر هو اكبر اورجن، اكبر عضو في جسم الانسان، وهو فعلا يعتبر مراه حق اي شيء قاعد يصير داخل. في وايد امراض تنعكس على البشره، منها المشاكل اللي تصير في الغده، منها المشاكل بعض امراض السكري تطلع اول شيء في البشره، في وايد ميديكال كونديشنز اللي هي تكون يعني يمكن يعني فيها اشياء اكثر من البشره، اشياء مثلا تدخل في القلب، تدخل مثلا في حال في اشياء وايد، الغده الدرقيه، في المفاصل، في وايد اشياء، بس تظهر الصوره الاوليه تكون في الجلد. الاول كلو اللي يخلي الواحد يدور على باقي الاشياء يكون الجلد. فهو فعلا هي مراه حق اللي قاعد يصير داخل. اشياء مثل في بعض
المشاكل الجلديه اللي تصير اول ما نشوفها احنا نبي نكشف نشوف هل في مشكله في السكر، نفحص السكر، او مثلا اشياء ويا تساقط الشعر او الشعر ما راح يصير جاف او اشياء من هاي القبيل، نبي نشيك الغده الدرقيه او نشوف هل نسبه الدم ليكون انه يكون في مثلا فقر دم او مثلا في نقص في اي نوع من الفيتامينات او شهلون فيتامين د. كل هاي الاشياء طبعا تظهر على البشره فهو فعلا يعطينا كلوز. نعم طبعا دكتوره يمكن احنا بندش بالتفصيل عن بعض هذه المشاكل في الحلقه، بس دكتوره احنا في البدايه قلنا ان في اشياء تحافظ على صحه ونضاره البشره ممكن تخلي شباب ونضاره البشره يتم لفتره اطول، منها مثل ما تفضلتي انه يكون في شرب السوائل وترطيب. هل في اثر للتغذيه على البشره؟ يعني هل في اكلات معينه احنا ناكلها سواء هل تخلي البشره اقل نضاره او اكثر نضاره؟ هل في علاقه بين التغذيه والبشره؟ في طبعا دائما علاقه بين التغذيه وكل شيء، لكن يعني انا ما بقول ان هي يعني علاقه دايركت. نعم. اوكي، لكن في طبعا اغذيه اذا الواحد كلاها ممكن الفائده اللي فيها تفيد البشره، مثلا يعني ابسط مثال الافوكادو مثلا هو في اوميجا 9 اتس فيري امبورتنت حق تجديد الخلايا وهالاشياء. نعم. لكن يعني احنا ما نقول ان الشخص يتم ياكل افوكادو طول اليوم، بس انه يعني ممكن يستفيد من نعم. اكل من اكل هاي الماده. بعض الخضروات اللي تكون الصفراء برتقاليه اللون بس هاي كلها ذيز ار اول ستديز يعني الحين قيد الدراسه، هل هو فعلا هو هاي الفائده؟ هل هاي معناته ان الشخص مثلا ما ياكل كل انواع الاغذيه وبس ياكل ذيلين هو بشرته بتكون صحيه؟ لا، هو لازم الواحد يكون معتدل، يحاول انه هو يغطي كل ال بالضبط زين يغطيهم وياكل كميات مناسبه. فانا يعني هاي اعتقادي انا ان كل ما الواحد يعني حافظ على هاي البالانس كل ما هو قدر وياها. خاصه بعد احنا نسمع مثلا عن الانتي اوكسيدنتس ان كونها مفيده حق البشره، بس مثل ما تفضلتي دكتوره لازم يكون في اعتدال يعني ما الواحد مو بس ياكل هاي الاشياء وتصلح شيء وتخرب شيء يعني اكل بس توت وكرانبري طول النهار ما فايده يعني، بس ان الواحد انه يحاول انه هو يعادل بين الاشياء. بس هم طبعا هاي الاشياء لها فايده والواحد ما يقدر ينكرها، دراسات لحم مستمره ويشوفون شنو فائدتها وشلون نقدر ان احنا ناخذ الفائده منها في احسن صوره. بالضبط. دكتوره بالاضافه الى التغذيه طبعا السوائل وايد مهمه حق البشره وحق الشعر، وانت قبل ما نطلع على الهواء خبرتينا عن شلون ليش الشخص يشرب ماء في الصيف اكثر وفي الشتاء ما يشرب، فخبري المشاهدين دكتوره. أنا كنت أقول ده كان حاج تي تايم، انا كنت اسولف اقول انه يعني ان الواحد في الصيف دائما لانه هو حر وحران وعرق وكذي ويحس انه هو يفقد سوائل فيعني يحاول انه هو يشرب ماي اكثر، وفي الشتاء لان احنا يعني ما حاس في روحه فالواحد يقلل ساعات من يعني نعم. كميه الماي اللي قاعد يشربها نعم. فكنت اقول انه هو مهم في كل فصول السنه وان الواحد يحافظ على هاي الشيء وان الفائده حق جسمنا اذا احنا نشرب الماي اكثر من باقي الاشياء سواء كانت المشروبات الغازيه او كانت الاشياء اللي اكثر فيها كافيين وهاللون، كل ما احنا حافظنا على الماي او الاشياء اللي فيها ماي يكون طبعا افضل، يكون ظهورها افضل على طبعاً البشره طبعاً. دكتوره احنا تكلمنا عن عوامل خارجيه منها قلنا الترطيب مثلا احد اهم هذه العوامل، فلما نتكلم عن استخدام هذه الكريمات والمرطبات يعني احنا نشوف دعايات مختلفه في الانستغرام والناس تنصح وتفتي على كيفها من ناحيه يعني حتى لو ما كانوا ذوي الاختصاص، فتشوفي مثلا يعني النسوان حتى الرجال الحين يروحون يشترون هذه الكريمات المختلفه، فشلون تتم عمليه اختيار هذه الادوات اللي مفترض ان هي تحافظ على بشرتنا؟ زين سؤالك له اكثر من فرع ادري اكثر يعني. من فرع انا محتاره وين ابتدي. انا اعتقد ان اول شيء لازم احنا ننتبه له انه مثل ما انت قلت دائما يعني نعطي ذوي الاختصاص اختصاصهم ونستمع لهم دائما ونشوف انه اكيد هم يعني ما وصلوا الى هاي المرحله الا عقب دراسه وخبره ويعني امتحانات امتحانات لا منتهيه ما في داعي اخبركم انزين. فالواحد دائما يستمع حق الشخص اللي هو دارس هاي الشيء ويكون اجاباته على اساس يعني يقرر ان هاي الكريم او هاي المنتج او كذي على اساس. في طبعا وايد منتجات اوت ذير وفي وايد دعايات مثل ما قلت، وحين السوشيال ميديا ما مقصر سواء من ناحيه المنتجات او من ناحيه مثلا المراكز والاشياء اللي ممكن الواحد يسويها. فالواحد لازم يكون وايد يعني حذر في اختيار هاي التشويسز كلها. بالنسبة حق يعني أنا أقول إن إذا الواحد سوري قطعت بس أنا أقول إن إذا الواحد اختار المنتج المناسب حق بشرته نعم. كالما
ما بيكون في خطأ. أنت سألتني زين شلون الواحد يقدر يعرف هاي شيء؟ هني يجي دور ذوي الاختصاص. أنا ممكن إن أنا أشوف بشرتك أفحصها كلينيكياً وأقدر أقولك إن أنت بشرتك هل هي جافة أو هل هي يعني جافة أو هي دهنية. قد تكون أنت ميكست وقد تكون أنت جافة لأنك أنت قاعد تستخدم أشياء تجففها. فأنا بقدر إن أنا أقول لك أنا أو يعني زملائي إن أوكي this is what you need هاي كلينيكياً. الشيء الثاني في أشياء ثانية تساعدنا، في أجهزة تساعدنا، عندنا سكن أنالايزر ممكن يساعدنا إن إحنا مثلاً نشوف نسبة الجفاف، نشوف نسبة التصبغات، نسبة الكولاجين، نسبة التجاعيد، هاي كلها عن طريق الحين التكنولوجيا طبعاً وايد تطورت وفي وايد أجهزة متوفرة في البحرين. يعني في وايد طرق الواحد يقدر انه هو يعرف فيها شنو نوعيه بشرته، ومتى ما انت عرفت نوعيه البشره تقدر انك انت تحدد شنو المنتج المناسب اللي يناسبك. بس دكتوره يعني هل في عمر معين يبتدي الانسان فيه انه يستخدم هذه المنتجات بشكل عام؟ يعني لا لا، انا اي بليف ان المشكله اي بليف ان متى ما الشخص حس انه اوكي في مشكله هو لازم يبتدي يستخدم، سواء كان صغير في السن او يعني كل ما كان اصغر كل ما كان افضل. وحتى الاطفال يروحون المدرسه لازم احنا نحط لهم مرطب، لازم نحط لهم واقي شمس، لازم احنا من الحين نعلمهم انه هو ترى في روتين الواحد لازم يتبعه. يعني مو تنتظر مثلا المراه انه يصير لها جفاف بعدين تستخدم مرطب، لا هي تحط مرطب من البدايه عشان تقي نفسها انه بالضبط احنا نحاول ان الموضوع يكون وقايه وليس علاج. دكتورة بالنسبة للخلطات اللي يسوونها في البيت ماسكات وهكذا دكتورة يعني واحد أقعد هل هي مفيدة صج ولا؟ كان أفكر في رد دبلوماسي أقول لومي وكركم شفنا أشياء في اليوتيوب وعسل وزبادي يعني شوف الواحد ما يقدر ينكر أنه هو في طب نبوي وفي طب شعبي إنزين، لكن يعني ما مدى فعالية الماسكس والأشياء اللي قاعدين نشوفهم الحين ما أعتقد أنهم وايد لهم فائدة. في أشياء يعني مختلفة اللي هو يعني إحنا قرينا عنهم والأشياء اللي مثل ما إحنا قلنا الطب النبوي كذي، الواحد أنا مو بهاي اللي قاعد أتكلم عنه، أنا قاعد أتكلم عن الخلطات اللي كذي تحت البوست مكتوب إذا كان عندكم مريتوا في تجربتي وبعدين هاي الخلطة اللي ما نشهد أو الشيء اللي مثلاً يروحون يأخذونه مثلاً من مكانه هو خلطة إحنا ما نعرف شنو اللي فيه. most of the time ترى هو فيه كورتيزون. بالضبط. وفي أشياء إحنا ما نعرف هو شنو. أنا دائماً أحب إني أعرف أنا بالضبط شنو اللي قاعد أستخدمه، ومو بوايد برو خلطات، حتى الخلطات الطبية أنا مو بوايد وياها، لأن أنا أقول إذا كانت هاي الخلطة فعلاً كان صنعوها وكانت يعني already ما انباعت إن أحد قاعد يخلطها. نعم. دكتورة طبعا استخدام المكياج مثل ما قلتي هو احد مسببات انه ممكن تاثر على نظارة البشرة، خاصة اذا المرأة تستخدمه بشكل مستمر يعني وبشكل يومي. في سؤال يانا عن مدى اثر استخدام المكياج في وقت مبكر على بشرة الفتاة، وهل في طريقة ان هي تقي نفسها من هذه الاضرار اللي ممكن الميك اب يسوي لها؟ يعني بتضحك بس هاي احد يعني معظم الامهات اللي يجون مع بناتهم يكون هاي one of the dilemmas اللي هم قاعد يمرون فيها. اذا كان المكياج صحيح حق هاي الفئة العمرية وكان الشيء خفيف مثلا بيبي كريم او شيء هاللون، والبنية حاسة ان هي شيز ريدي، هي مستعدة حق هاي الشيء ومحتاجته. ساعات من البنات يكون مثلا عندهم مساكن حرارة او شيء هاللون وحابين هم يغطونه وهم قاعدين يتعالجون، اتفهم ذي الشيء. لكن اذا كان الشخص يستخدم ميك اب وايد سواء كانت صغيرة او كبيرة في السن، يعني ميك اب وايد هيفي وبصفة بشكل يومي وما تقسل في نهاية اليوم او ما قاعد تتبع الخطوات صحيح ان هي تشيله وتنام فيه، يعني يعتمد ينتهي الموضوع ان هي يعني يسد المسام، يسبب لها حرار، يسبب لها مشاكل اكثر. فاحنا يعني الافضل ان احنا نوعيهم، ان احنا نقول لهم ان في مثلا اشياء معينه حق هاي الفئه العمريه وفي طريقه معينه الواحد يستخدمها، وشلون الواحد لازم انه هو يتاكد انه هو ينظف وجهه عدل، بعدين يعني نقدر احنا نتحكم في الموضوع احسن من احنا نقول لهم يعني هي لا يعني أكيدة. الواحد يحاول أنه يتوصل لحل إذا كان الشيء في النهاية ما يضرهم. فالواحد إذا يستخدم المكياج بطريقة صحيحة ويعرف شلون أنه ينظف عقب، أنا ما أشوف أنه فيه مشكلة. دكتورة بالنسبة لحب الشباب، كلمنا عن بروتوكول العلاج من إذا كان الشخص يعاني من حبة واحدة لحبوب في الظهر يعني والشاست والوجه كله وغيره، ففي يعني ستيبس تتبعونها لعلاج حب الشباب؟ هو في ستيبس، هو انا اقول ان علاج الحرار كأنك انت كان عندك سلم، عندك من بدايه الكريمات
اللي هي بتكون شيء أساسي في كل المراحل، لكن هي يمكن هاي أبسط مرحلة، مرورا عندك بالكيميكال بيلز اللي هو التقشير الكيميائي، مرورا بالفيشلز، مو بأي نوع فيشل بس فيشلز معينة، مرورا بأجهزة الليزر المضاد الحيوي، عندك الإي دي لايت، ويمكن أعلى درجة فوق هي بتكون الأيزوتريتينوين اللي هو الرواكيوتين. صعب إن أنا أقول لك من يعني أي مرحلة أنا أبتدي ويا أي مريض. في السابق كانوا شنو يسوون؟ لازم يطوفون السلالم كلها لين يوصلون فوق. يكون الشخص يعني تعب وأيز ويها كله صار في آثار وندب وحفر وتملل من كثر وتملل وما قدر. فالحين مو بالحين، يمكن for the last 20 سنة تقريبا 20 سنة صار إنه لا، إحنا نقيم الحالة إذا كان هاي الشخص عنده الميول ان يكون ندب، اذا فانا ما في داعي ان انا اعذبه وامر بكل هالخطوات. انا اقدر ان انا اي سكيب انزين واروح حق اللي اقوى واللي بيفيده اكثر. بعدين يعتمد بعد على نمط الحياه، اذا شخص مثلا مو بعايش في البحرين صعبه المتابعه، بيكون يدرس برا، اذا فانا هاي يمكن مو باوبشن. اذا واحده مثلا متزوجه او في امر الزواج وتبي تجيب عيال، اذا فانا عندي لازم ادور لها اشياء اللي ما تاثر وما توقف هاي العملية عنده. فهو هو يعني ما في بروتوكول ABC، هو يعتمد على كل حالة، كل حالة مختلفة. دكتور، يمكن هذا الموضوع يعني قريب إلى قلبي مثل ما يقولون، لأن أنا واحد من المرضى اللي عانيت من مشكلة حب الشباب، ولحين أخذ بعض العلاجات. فبأخذ خطوة للوراء وبسأل شنو هو سبب ظهور حبوب الشباب؟ يعني هم يتسمى حب الشباب بس يعني ناس في الثلاثينات وممكن تظهر عليهم. هو يمكن سمي بحب الشباب لأنه هو يعني بداية ظهوره في البيوبرتي في حزة البلوغ. فكانت الفكرة الأولية أنه هو فقط يكون في هالفترة، بس لا، هو في حتى في ناس للخمس، في ناس بداية ظهوره في الخمسين وفي الأربعين. فهو يعني فعلا مثل ما أنت قلت التسمية خاطئة. أسبابه وايد أسباب، في أسباب يمكن المين وان از هرمون. زين، هرمونال ريزنز، في جينيتيك ريزنز، في ناس عندهم التكوين الجيني عندهم اوريدي في العائله هو هاي الشيء، يعني لهم قابليه انهم لهم القابليه. في اشياء انواع من حب الشباب اللي تصير خارجيه، لان بشرتهم يحطون وايد مثلا مواد اللي يستخدمون الحين هابين هبه في الاويلز، هاي بروحها يسد المسام. في اللي يحطون وايد برودكت في شعرهم، هاي يسد المسام اللي هني. في ستريس فاكتورز، التغذيه مو بوايد يعني، في يعني اخر كم سنه، يمكن بعد انا كلها قلت كم سنه بس هو يعني صار 10-15 سنه ما شاء الله الوقت يركض الحين يركض. طلع انه في شويه تاثير مع منتجات الالبان. اوكي، بكل المنتجات اللبنيه، بس مو علاقه وايد قويه، لكن هو في علاقه. بس للحين في ناس يجون مثلا يقول احنا ذكرينا مانجو يطلع لنا ذكرينا شوكليت. فهو فعلا يعتمد من شخص لشخص. يمكن هو مو بشيء جنرال بس هو بيرسونال. ففي وايد أسباب، يمكن من أهمها مثل ما قلنا الهرمونز والستريس والجينيتكس. وفي طبعا سوري أقاطك، بس في بعد ناس اللي يأخذون بعض أنواع الأدوية ممكن فعلا يطلع لهم حرام. يمكن أنا يعني نحن أدش في أو نخلينا في موضوع حب الشباب وعلاجاته، بس عندنا تقرير يخبرون الكنترول. أعزائي المشاهدين نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل محور الحديث، بنتكلم عن علاجات حب الشباب بشكل مفصل. هناك أربعة أنواع أساسية من البشرة السليمة: البشرة العادية والبشرة الجافة والبشرة الدهنية والبشرة المركبة. يتم تحديد نوع البشرة عن طريق الوراثة، ومع ذلك يمكن أن تختلف حالة بشرتنا إلى حد كبير بحسب العوامل الداخلية والخارجية المختلفة التي تتعرض لها. أولاً، البشرة العادية. يستخدم مصطلح العادية بشكل واسع للإشارة إلى البشرة المتوازنة، ويمكن أن تكون المنطقة المحيطة بالجبين والأنف دهنية قليلاً، ولكن الزهم الجلدي والترطيب متوازنان. ثانياً، البشرة الجافة. يستخدم مصطلح الجافة ليوصف نوع البشرة التي تنتج زهماً أقل من البشرة العادية، وكنتيجة لنقص الزهم تفتقر البشرة الجافة إلى الدهون التي تحتاجها للاحتفاظ بالرطوبة وبناء درع واق ضد المؤثرات الخارجية. ثالثاً، البشرة الدهنية. يستخدم مصطلح الدهني لوصف نوع البشرة التي تنتج الزهم الجلدي بكثرة، ويعرف هذا الإنتاج الزائد الزهم بالمث. وتتميز هذه النوعية من البشرة باللمعان، وتكون المسام فيها واسعة وواضحة. رابعاً، البشرة المركبة.
يختلف نوع البشرة في منطقة الوجنتين في البشرة المختلطة، وقد تختلف المنطقة المسمى بالتيزون المنطقة المحيطة بالجبين والأنف إلى حد كبير من منطقة صغيرة جدا إلى منطقة ممتدة. تتميز هذه البشرة بدهنية التيزون، كما أن المسام بها تكون واضحة مع بعض الشوائب. طبعا رجعنا لكم أعزائي المشاهدين ونواصل محور الحديث عن العلاج، بنكمل علاج حب الشباب بس الحلقة عن جمال ونظارة البشرة والحفاظ عليها. دكتورة هالة، كنا نتكلم قبل التقرير عن حب الشباب، أسباب حدوث حب الشباب أو ظهور حب الشباب والعلاجات، ودكتورة شريفة سألت سؤال عن إذا كان في بروتوكول معين حق العلاج. أنا بركز دكتورة على علاج الأيزوليتينوين أو الراكيوتين، وشنو المخاطرة؟ يعني ناس وايد متخوفة من هذا الدواء، سمعته سيئة، سمعته جدا سيئة. أنا من الناس، وأنا يمكن قلتها هاي في ثلاث حلقات مثل ما قالت الدكتورة شريفة، والدتي الله يحفظها كانت يعني مو راضية أن أخذ الراكيتين بسبب يعني الأثار على الكبد والدهون وغيره. فشنو مخاطرة؟ وهل يعني سمعته سيئة، هل الناس المفروض تخاف منه يعني؟ لا. هل جواب المختصر؟ لا. ايش رايك؟ خلاص سؤالي اكبر. لا لا لا، هو شوف الراكيتين مظلوم، انا في وجهه نظري انه هو مظلوم، وفعلا هو سمعته سيئه، ويعني مثل ما قلت لك الحين بعد قبل الحلقه انه ما اعتقد ان في شخص خذ الراكيتين صح وخذه بطريقه صحيحه انه هو ما نصح فيه. الناس اللي عادة يقولون إن لا مو بزين ولا تأخذونه وخطير هم الناس اللي يستخدموه بصورة خاطئة. الرواكيتين أنا ما قاعد أقول إنه هو دواهين، لا هو it is a serious medication, it's a controlled medication. رقم واحد هو controlled لأن في هو كاتيجوري إكس لازم الوحدة ما تحمل وهي تأخذه، مو معناته إن هي ما تحمل بتاتا، ومو معناته إن هو بيأثر في قدرتها على الحمل أو الإنجاب في المستقبل. كل اللي معناته ان الوحده ما تحمل وهي تاخذه، ولمده شهرين هو الشركه تنصح بشهر، واحنا نقول يعني ليه شهرين بعد يعني احسن احسن، بس هو هاي المطلوب. الشيء الثاني اللي هو يسويه يسبب جفاف فظيع في كل شيء، بس هو هاي المطلوب، احنا نبي الجفاف، هاي الجفاف هو السايد افكت المرغوب فيه. بس طبعا الجفاف يكون جفاف في الفم، في الانف، في العين، في الجسم، في الشعر، في كل شيء. زين، الشيء الثالث ان احنا لازم نسوي له بيس لاين انفستيجيشن، لازم نسوي له بعض الفحوصات قبل لا ياخذونه، على اساس ان احنا نشوف الواحد في الطبيعي بدون الدواء شنو وظائف الكبد عنده، وشنو نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية، على أساس إنه لما نعيده عقب ما يبتدي نكون عارفين هل الدواء سبب اختلال في ذي الشيء أو لا. وإذا الدواء سبب اختلال في ذي الشيء فهو ريفرسيبل، هو فقط والشخص قاعد يأخذ الأدوية. إنزين، وإحنا شنو بعد بقول؟ مثلاً أشياء إنه لأن البشرة تصير جافة يصير إن البشرة تصير حساسة. فنعطي الأشياء، نحاول نحن نسوي وقاية حق الشخص. نعم. من هاي الشيء، وأنت أكيد تعرف هاي الشيء، المرطبات واللبان والأشياء اللي تستخدمها. في أول زيارة احنا دائما نعطي الأشياء اللي يعني take care of the face، نهتم بالجفاف اللي بيصير في الوجه. عقبها إذا صار في أي شيء ثاني سواء كان حق الجسم أو الشعر أو شيء، نقدر نسوي هاي الشيء إذا صار، يعني ما يعني نبرز هاي قبل. أول شيء إذا ما صار السيمتم ما في داعي نحن نعالجه له. الشيء الثاني اللي أكبر، نحن لازم نتأكد إن المريض قاعد ياخذ الكورس عدل، ياخذ على حسب وزنه. طبعا أول شهرين ما يكونون وايد حلوين، من شهرين إلى ثلاثة لأنه يصير فلير أب، كل شيء تحت الجلد قاعد يطلع. فإحنا لازم نثقف المريض ونقول لنا ترى في البداية أنت بتصير أسوأ، وباي ذا واي هاي مع كل العلاجات للأكني، لأن كل اللي تحت الجلد يطلع. فلازم المريض يكون عارف ومتوقع هاي الشيء، على أساس إنه إذا صار ما يقول إن العلاج سوى الحالة ويوقفها من نفسه. نعم. فطالما المريض is part of it وعارف ان الاكسبكتيشنز مالته وعارف شنو يتوقع بيتفهم وبيواصل. نعم. ونتأكد ان المريض ياخذ الكورس كامل، ياخذ 120 الى 150 ملي جرام لكل كيلو في جسمه. وهي هو العلاج كامل يعني ثلاث علاج. واحنا نوزعه، يعني اللي يقول لك هو 6 اشهر ولا 5 اشهر، لا هو على حسب وزنك، كل ما ارتفعت الدوز ارتفع كل ما قلت المده، بس بعد صارت السيمتومز الاعراض تصير اكثر. نعم. احنا الزبده ان احنا نبي ناخذ اكثر فتره ممكنه واحنا مرتاحين. نعم. فانا ما بعطي احد 50 و60 ويكون يعني وايد يعني ديهايدريتد، لا. نعم. بس بمشيهم على شيء بحيث ان انا اقدر اخلص في اكثر فتره بس والمريض مرتاح. نعم. وعندنا الريزلتس مثل ما تقولون النتائج
تشريفات وهكذا بالعربي عندنا نتائج فعالة للدواء. أي نعم. في اتصال عندنا دكتورة ناخذه. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. ألو مرحبا. مرحبا من معاي؟ يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك، بس تقصرين شوي على صوت التلفزيون وتعرفينا بنفسك. انقطع شكل الاتصال. خلاص نكمل الحديث. نتكلم عن الحين دكتورة العلاجات المستخدمة في العيادات. تحبين نبتدي بالبي ار بي؟ اوكي. كلمينا على البي ار بي، وشنو هو البي ار بي؟ شو بالضبط الفكره منه؟ الفامباير تريتمنت. وخلينا نتكلم عنه للبشره وللشعر علشان شوي نتكلم عن الشعر زياده. اوكي. البي ار بي هو مثل ما تفضل الدكتور، هو الفامباير فيس ليفت، في حالته هو اللي يسموه الفامباير فيشل بعد يسمونه. احنا نسحب الدم من المريض ونستخلص من ماده في السنترفيوج، وناخذ الريتش بلازما ونرد نحقنها سواء كان في الفيس او في الشعر. المغزى منه ان هاي الخلايا تغذي المكان اللي احنا نحقنها فيها وتاخذ شكل السل اللي هو اللي نحقنها فيه، سواء كان حق الشعر تحفز ان الشعر يعني ينمو وبعد توقف الشعر انه هو يتساقط. نعم. نوع البلازما اللي نفضله، مو اللي نستخدمه، اللي نفضله حق الشعر والوجه يكون شويه يعني مختلف، مو ذا سيم تايب. اللي في الوجه نحب يكون هو الريتش بلازما، اللي هو يكون اللي يكون اصفر اللون اكثر. اللي في الشعر انا شخصيا افضل يكون اللي مائل للاحمرار شويه اكثر. سامحي بس دكتوره، هذه يعني بطريقه السنترفيوج تفصلينهم ولا تحطين ميكستشر معهم؟ يعني احنا لا سمعنا. لا انا اي دونت اد اني ثينج تو ات، وعندنا وي دونت. الكيت مختلف. اوكي. الكيت مختلف ياكد لنا ان احنا ممكن ان احنا يعني نستخدم حق الشعر او حق يعني يكون مركز اكثر. اي بالضبط. وبعدين في شيء ثاني مع البي ار بي، مو بس الشيء اللي انت قاعده تحقنينه، حتى الحركه مالت الحقن، او سواء انت شلون تستخدمينه، هل تستخدمينه مع الديرما بن، هل تستخدمينه مانيوال، هل مع الميزوغان، ديبندز انت شلون تستخدمينه. حركه الابره اللي تدخل تحفزها من الكولاجين وتحفز انه يعني لها بعد اثار، مثلا اذا كنا نستخدمها حق السكارز، الحركه هذه مالت الابره اللي بالديرما بن تحفز الكولاجين ان احنا خلص من السكارز في هاي المنطقة، وتقص الفايبرز اللي داخل. يعني هي ما بتكون مثلا مثل قطع الندوب، يكون قطع الندوب يكون أكثر يعني اللي هو السبسجن، السبسجن مور أجريسيف، لكن ويا الديرما بن يو كان أتشيف ليتل بيت أوف ذات، يعني ممكن أنك أنت توصل حق نتيجة قريبة منه. البي آر بي صار لمدة يعني موجود، بنستخدمه عليه وايد دراسات، ويستخدم حق اشياء وايد، مو بس حق التجميل، سواء حق المفاصل او في وايد اشياء. ومريح لان في ناس مو كومفورتبل ان هم مو مرتاحين ان هم يحقنون شيء خارجي، فمجرد الشعور ان انت يعني تستخدمين شيء منك انت يكون دائما مريح لهم. نعم. دكتور عندنا اتصال، ناخذ اتصال بعدين نكمل الحديث. مساء الخير. مساء النور عليك دكتور، يعطيك العافيه. أبي عافيك ويخليك. من معنا؟ معك عائشة. هلا أختي، تفضلي دكتورة سمعت. دكتورة بس قلت أستفسر منك، أنا كنت أخذ كريمات معينة في البيت اللي هي حق البثور العادية، إنزين، وعقبها لجأت حق دكتورة معينة وصفت لي روكيتون، فكانت قوة روكيتون 40، فلما أخذتها اكتشفت إنه هو بداية أسابيع كان مثل ما قلتي يعني دكتورة في الحلقة إنه كان يطلع البثور كلها. زين، بس عقب ان وقفت صار لي فتره اني يعني اقطع وارد ارجع مره ثانيه، فالحين انا اللي صار في وجهي ان البتور كلها راحت بس باقي الاثار، فهل تعيديني دكتور ان انا ارجع مره ثانيه حق الروكيتون ولا ان انا مثلا اتم؟ نعم. وفي سؤال ثاني الله يحفظك بخصوص البثور، هل تبتدي في عمر معين تنتهي عند عمر معين؟ نعم. سمعت السؤال. اتمنى يعني بس انك تعطيني جواب دكتوره، لان في حال انك مثلا ما لجأ لان انا قاعده استعمل اشياء الحين طبيعيه. نعم. حق الحرار اللي هو الاثار. نعم. بس مجرد يعني. اختي بس عشان نتاكد من السؤال، انت كان عندك بشره عاديه استخدمتي عليها كريمات طلعت لك بثور؟ لا انا كان ما فيني اساسا، بس ما في شيء، استعملت الشمع حق الوايت. اوكي. وطلع لك بعدين فطلع لي بثور، فعندها رجعت حق كريمات عاديه عشان تشيل البثور. نعم. فايدوتش بس واجهت مشكله اكبر انه كان يزيد يعني.
كان يزيد في البداية بعدين صار أوكي ولا ما صار أوكي؟ لا أوكي. كان يزيد بعدين جات حق دكتورة ثانية إيه؟ عشان توصف لي وصفت لي ركلتين وبعدين قام يطلع كامل إيه وبعدين راح قال مرة ثانية إيه الحين قال الحين باقي بس أثر ويبقى كل بين فترة بس حرارة معي بس إيه تفضل هلا حبيبتي شلونك؟ هلا دكتورة بس سوري بس باسج خلصتي الكورس مال الرؤاكتين ولا وقفتي؟ لا دكتورة أنا خدته شهر ونص إنزين وقطعته لأن سافرت كنت برا على البحرين أوكي إنزين فلما حين رجعت البحرين فأفكر هل أرجع حق الدكتورة أكمل كورس الروكيتون ولا أن أنا أوقف لأن في نسبة تركيزن وايد عالية نعم وكانت تتابع معك الدكتورة حق الكبد والدهون وكل شيء اي كنت اتابع معاه والحمد لله كل شيء كان سليم بس ان اللي انا وقفته لان انا كنت برا البحرين نعم وكم الدوز اللي كنتي تاخذينه في البدايه؟ اخذ 40 يعني في اليوم الواحد 40 فكنت اخذ واحده على الغداء واحده على العشاء يكون توتال 40 خلاص ان شاء الله بنفيدك الاجابه في اسئله ثانيه لا دكتور. سؤال ثاني بس ما سمعت عدل اختي السؤال الثاني كان عندك انه متى الوقت الفئه العمريه حرارة فتره معينه اي انه يكون يبتدي فتره معينه ينتهي عمر معين نعم لانه دائما كان يخبرون انه مثلا هاي الحرارة اللي كان مثلا في مناطق الجسم ولا كان في الوعي نفسه له فتره وينتهي نعم فابي اعرف هل هو فتره وينتهي ولا مثلا نحتاج نتعالج عنه يعني كم عمرك اختي؟ عمري 20 العمر كله ان شاء الله وياك ان شاء الله ما تكسر اوكي دكتوره فيمكن احنا سؤال الحراره جاوبنا عليه بس نرد نجاوب على الاخت بس في البدايه هل طبعا هي استخدامها للرؤاكتان ما كان ما كان بالطريقه الصحيحه خاصه ان هي ما كملت الدوز مالها بس شنو نصيحتك بس هاي ترى شيء وايد شائع نعم. يعني هاي يعني وايد ناس عندهم هاي المشكله وهاي الحاله فانا في هاي الوضع اشوف وضع البيشنت نفسه انه شلون يعني شنو وضعها الحين هل هي الحين بترجع تدرس برا او هل الحين هي بتروح بتسافر برا نعم. هل بتقدر انها هي تتابع شخصيا اذا بتسالني بقول لها طالما هي خذتها الافضل انها هي تخلص كورسها نعم. يعني ما ادري اذا هي بتخلص كورسها ولا احنا بنبتدي كورس جديد لكن الافضل ان هي يعني طالما هي لحين ما تزوجت ولحين عندها المجال وكان في المشكله اذا فالافضل ان هي تخلصها لان اللي ممكن يصير ان هي لحين الحين في يعني الاكني في نايم نعم. بسبه الرؤاكتين بس اول ما المفعول شويه يبتدي يخف ممكن انه هو يرجع مره ثانيه هي قالت ان اثار يعني ايجابيه ممكن احنا نبتدي نعالج الاثار نعم. لكن يعني انا دائما افضل المشكله تنتهي قبل ما اعالج الاثار لان يعني كذي اذا هو اذا عندك انت مثلا انا قاعده اعالج الاثار يعني كني بس قاعده يعني انفخ في برمه مقضوضه او يعني, يعني من سطحي العلاج نعم. بس هي الحين قاعده تكون نيو سكارز وانه بعدين بيطلع مره ثانيه حبوب وبيسبب اثار وبيسبب اثار جديده نعم. بالنسبه حق سؤالها هي قالت عن هل يوجد يعني فئه عمريه معينه يظهر فيها الحرار وبعدين يختفي احنا قلنا انه يعتمد على الهرمون ويمكن على الهرمون حتى فلسطين بس هي قالت في مناطق معينة من الجسم لا أعتقد دكتور هي كانت تسأل إن هل ننطر الحرارة إنه هو يروح بروحه لأن في ساعات أطفال صغار يبتدي يطلع لهم يعني نعم. مو أطفال خلينا نقول يعني في سن البلوغ فهي كان أعتقد أنا هاي اللي فهمتها إن هي هل يعني نحقره ولا نبتدي نعالجه نعم. من وجهة نظري إن طالما الطفل أو الشخص متضاير منه او متضايق منه فلازم احنا نعالجه لان بالذات يعني في المدرسه او احد يقطع عليه كلمه او شيء لون يصير الموضوع محرج شويه فهو بعد في منتجات يعني مناسبه حق هاي الفئه العمريه ونقدر نساعدهم فيها ان نخلصهم من هاي المشكله بس ما ننطر انهم يعني الموضوع يتفاقم ممكن يسبب له حتى اثار ويصير العلاج طالما تحت أصعب. اشراف طبيب مختص ما في مشكلة ما في خوف اذا كان في اي خطوره او هاي الطبيب يوقف او بياخذ اجراءات انه يساعد المريض في اتصالين دكتوره ناخذهم السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا من معي معك نوره هلا اختي نوره تفضلي دكتوره انا عندي الله يسلمك صوب منطقه الفم اعاني من الصباقه اختي نوره بس قصري شوي صوت التلفزيون بليز ان شاء الله أنا الله يسلمك عندي منطقة الفم أعاني وايد من الصباغة ويوم رحت يعني عند الدكتورة قالت لي هذه يمكن عندك نفسية زين وسويت الأبر نظارة اللي هو جلسات بس ما أحس إنه استفادت شيء يعني المنطقة صايرة داكنة عندك شفايف؟ إي منطقة نعم. عندي داكنة وكم مرة سويت الأبر؟ سويت أبر نظارة ثلاث مرات ثلاث جلسات نعم
اي نعم زين. عقب استعملت كريم هو خلطه وحده فيه استعملته واحس ان هذه الخلطه هي اللي فادت معي. من وين الخلطه اخذتيها، من دكتوره ولا من لا من واحده من تبيع؟ نعم. ايش كثر صارت تستخدمينها؟ هذه الخلطه صرت استعملها 3 شهور. وحسيتي ان المنطقه صارت ورديه؟ انا حسيت يعني ان الصبغه راحت كامل، فشكيت ورحت المستشفى قالوا لي ان انت حط يعني هذه الخلطه فيها ماده كورتيزون بالضبط. نعم. اي وقالوا لي ان هذه خطر على البشره. اي ما يصير استخدامها لفتره طويله. زين بس الحين وقفتيها؟ الحين وقفت لان قالوا لي ما يصير احنا نسوي لك اوبر نظاره وتعملين الكريم هذا. اوكي والحين في تصبغت ولا خلاص؟ الحين لا خلاص يعني لا كامل. نعم. اوكي ان شاء الله بتجاوب. تحبين تزيدينها عليه؟ اوكي ناخذ الاتصال الثاني ونجاوب الاتصالين في مره واحده. مساء الخير. انقطع الاتصال. السلام عليكم. الو السلام عليكم. شكله انقطع الاتصال. اوكي The floor is yours. بعد الاتصال الثاني السؤال الثاني يعتبر يعني موضوع وايد كومن وايد ناس يعانون من التصبغات اللي حول الفم. يمكن كنت بختلف في العلاج المقدم. نعم. لأن أول شيء لازم الواحد يعرف هو ليش هاي التصبغات قاعد تصير. في ناس يكون عندهم نرد نقول بعد وراثية، يكون عندهم منطقة شوية سمرة أكثر من باقي الجلد. في ناس يكون عندهم شوية جفاف دار مدار الفم، وفي ناس يرطبون الفم باللعاب، وفي ناس يستخدمون البرودكتس الغلط. نعم. فهو لازم أول شيء إن إحنا نعرف ليش هاي الشيء قاعد يصير. نعم. في حالة المتصلة هي كنا قالت إنه كان عندها نفسيا مشاكل نفسية أو شيء، فما أنا ما متأكدة يعني شلون وصلنا حق هاي الكونكلوجن، لكن يعني هو لازم أول شيء مسبب إن شاء الله. يعني لازم الواحد يعرف هو ليش قاعد يصير. ممكن يكون دكتورة نقص في معادن في الجسم؟ قد يكون. الواحد دائما يعني قبل لا هو يعني يشخص الشيء يحاول انه هو يسوي رول اوت حق كل الاشياء اللي ممكن تكون. طبعا اذا كان في نقص فما بيكون بس في هاي المنطقه، بيكون في اشياء ثانيه يعني يعني مؤشرات اخرى، لكن مثل ما قلنا اول شيء نعرف هو ليش قاعد يصير، اذا شيء اقدر اتجنبه. اذا شخص مثلا في الليل يحس انه عنده اللعاب يسيل او شيء، يكون في شيء احنا نحطه مثل واقي او مثل حاجز. يعني في وايد انواع من العلاج. يمكن ابر النظاره ما كانت بتكون التشويس الاول. شنو هي ابر النظاره دكتوره؟ انزين انا مشكله كل شيء احنا حاليا قاعد يسمونه ابر النظاره. انا بعطيك الاوبشنز كلها اللي قد تكون. نعم. ميزوثيرابي اللي هو يكون خلطات يعني من من الفيتامينز والاشياء هذه. عندك الشيء الثاني قد يكونون يعني يقصدون السكن بوستر اللي هو الهايلورونيك اسيد اللي يكون جدا مخفف. ممكن في ناس يستخدمون الديرما بان ويسمونها من ابر النظاره. يعني في وايد اشياء that are referred to. بس يعني انا احس اذا كان المشكله تصبغات، اذا كان المسبب الاول جفاف كنت انا بستخدم مرطبات وبحاول ان انا يعني اخفف من هالشيء. مو بوايد برو ان انا اعطي كورتيزون حول الفم، لان النمبر 1 سايد افكت هو الحرار اللي يطلع حول الفم، ويكون وايد وايد صعب العلاج فيه، وايد ريزيستنت. وبعدين دكتوره ممكن يزيد الاستمرار قد يكون إذا استخدم بطريقة خاطئة. ورجعنا على سالفة الخلطات. في خلطة واحدة بس أنا كان لازم إن أنا أعطيها يعني أهميتها، اسمها كليجمان فورمولا. هي أقدم خلطة، هاي الوحيدة اللي يمكن it's مثبتة وفيها هيدروكينون وفيها ستيرويد وفيها فيتامين A فيها ريتينويد همن. فهذه خلطة اللي هي يسمونها بالعربي الخلطة الثلاثية أعتقد. إيه ترايلوما شكل احنا قلنا أنت مات العربي. أنا المترجمة. زين فهي هاي الخلطة الثلاثية هي مثل الخلطة الوحيدة اللي أنا يعني ممكن أنا يعني أرضى فيها. بس ساعات في وايد خلطات مثلا حتى لو شخص ماخذ من عند طبيب يمكن هو ناسب هاي المريض أو يمكن حالته ناسبته، بس مو معناته أن أنا أقدر أخذ الخلطة وأستخدمها وبالذات لمدة 3 أشهر. في عندنا اتصال دكتور ناخذه. مساء الخير. الو الو السلام عليكم. مرحبا شلونك؟ الله يخليك يسلمك. من معنا؟ محمد وياك. هلا اخوي محمد، تفضل دكتوره تسمعك. تسلم لي والله. الله يخليك. بغيت اسال بس عن اللي هو انا مره صرت الطبيب. إيه نعم. المستوصف مالنا. فكان عندي مشكله ويا الحكه من بعد السباحه.
بعد السباحة صار عندك حكة. شلون؟ عقب ما تتسبح صار عندك حكة. اي كنت استخدم اللي هو ميديكيتد الصابون. اي فقالت لي لا تستخدمه. صابون معين الفاضي. اوكي. اي بعدين عقب فترة يعني تقريبا مثل ما تقول الدكتورة هو الزمن طويل 15 20 سنة. الحين لما اتسبح او حتى اغسل البقع مال الماي ما تروح، يعني جسمي صاير نوع اللي فيه الافرازات الدهنيه اللي ما فيها اي اسباب، يعني لا حكه ولا ابدا. يعني حتى الدكتوره اخر مره قبل 4 سنوات قالت لي هاي الناس يدورون اللوشن، يعني انت محصلنا ببلاش. يعني بس عشان نفهم اخوي محمد، فانت جات فتره عقب السباحه تصيدك حكه فقالت لك وقف. كان قبل فتره ايه؟ فكنت تستخدم صابونه معينه او شيء، قالت لك وقف هذه الصابونه، وقفتها. اي بس بعد اي بالضبط. بس بعدين تمت خليت روحي طبيعي، يعني استخدم الصابون العادي، يعني مو ميديكيتد. اوكي اوكي. وصار عندك فصار امورك تمام. حتى لو اغسل يعني الايد كنت دهنيه، يعني تم بلورات على الجسم يعني او على ايدي بلورات من الماي ما تروح بسهاله، لان الدهن عندي يمكن الجسم. هي حسب الدكتوره الاخيريه اللي انا راجعتها قالت لي ان هذا زين بروتكشن، يعني مثل ما بما معناه يعني حمايه اليك. بغيت اعرف ان هل هذا صحيح، يعني ان في شيء كذي موجود؟ ما تستخدم اي منتجات ثانيه على الجلد؟ لا 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 ولا شيء، ولا في اي مشكله عندي، ولا عندك اي مشاكل الحمد لله، ما تاخذ اي ادويه ولا شيء الحمد لله. بس دهني يعني الوجه والجسم دهني بس ما في لا ريحه ولا اي شيء. يعني ان شاء الله خلاص ان شاء الله بنفيدك بالاجابه اخوي. في اتصال ثاني كنترول؟ ما في اتصال ثاني. اوكي السؤال شوي معقد، فهو قال هذا السؤال مو بكومن. ايه فهمت قصده، انه هو يحس انه هو مو محتاج لوشن، مو محتاج ترطيب، لانه هو بالعكس عنده الدهون زياده. نعم يقول حتى الماي تشوفه يعني ما از نوت ابسورب. انا كنت حابه اسال اخوي محمد بس، هل هو متضير من هاي الشيء، يعني متضايق منه؟ موجود عندنا اخونا محمد ولا بس يبي يعرف اذا هو طبيعي ولا مو طبيعي؟ هو أيه. يعني هو طبعا كل جسم من جسم لجسم يختلف. نعم. في ناس يكون عندهم يعني في ناس مثلا يحطون كريم حين وعقب 3 دقائق يحسون انهم رد الجفاف عندهم. وفي ما شاء الله ناس اللي هم يعني اوريدي عندهم الدهون تنفرز. اذا كان الدهون قاعد تنفرز بطريقه باثولوجيكال او مرضيه، طريقة مرضية شي يصير، يعني ممكن هو مثلا ترجمتها قوم انت طريقة مرضية، ممكن هو الحرار يطلع لهم حرار، ممكن يصير عندهم بعض المشاكل مثلا الفطريات اللي تصير او في اشياء ثانية. طالما احنا ما صار عندنا اي سيمتومز مرضية فاحنا يعني ما في شيء نقدر نتعالج شيء ما الا اذا كان في اعراض يعني شيء الواحد غير مرغوب. دكتورة خلينا نتكلم الحين عن الميزوثيرابي، نكمل العلاجات المستخدمة في العيادات. فكلمينا عنها دكتورة. انزين الميزوثيرابي مثل ما يمكن احنا ذكرنا يعني بشكل مبسط عبارة عن بعض الفيتامينات اللي احنا نحقنها تحت سطح الجلد. عبارة هو مو طبعا النتيجة ما تكون من جلسة واحدة، تكون يبي لها عدد من الجلسات عشان الواحد يحصل نتيجته. النتيجة تكون عن طريق حركة الإبرة مثل ما قلنا. نعم. البنكتشر اللي يصير من الإبرة ومن المادة اللي احنا قاعدين نحقن فيها. طبعا هاي المادة في حالة الميزوثيرابي تكون أكثر فيتامين كوكتيلز. في أشياء ثانية نستخدمها مثل الستم سيلز، في أشياء مثل بي آر بي، في وايد أشياء اللي احنا ممكن يعني نستخدمها. بس يمكن الميزو لما نقول ميزو احنا نفكر أكثر في فيتامينز. نعم. هل في منها ما شاء الله فايدة؟ في مرضى الحمد لله وايد مستفيدين منها، وايد يعني محصلين منها فايدة. في ناس يحصلون منها فايدة وهم يسوونها، وفي ناس يحصلون فايدة تم تظل وياهم فترة عقبها. أجان يختلف من مريض للثاني، شوية يعني controversial. احنا الحمد لله اللي أحسه أن الميزوثيرابي تبع الشعر بعد وايد نتائجه فعالة، بالذات يعتمد على أنا شنو اللي قاعدة أحقنه. نعم. شنو المادة اللي أنا قاعدة أحطها؟ في وايد أشياء مفيدة حق الشعر لما إحنا we create أو نسوي الكوكتيلز يكون من هالفايدة وايد حلوة. نعم.
ترى يمكن في بعض المشاهد احنا نشوفها في الشاشه لو تشوفين. انا قاعد اشوفك. اي تفضلي. فهذه من في العياده اعطيها مرحله التنظيف ووضع يمكن الانستاتيك. اي نعم. لا هاي كان تنظيف هني. هاي العلاج احنا نسميه سبكتروم ماسك. احنا ممكن نستخدمه لعدة اشياء. نعم. البلو لايت عليه وايد دراسات انه هو يفيد الاكني ويحارب البكتيريا اللي تصير على سطح الجلد. نعم. والريد لايت اون ذا اذر هاند شي يسوي اكثر لايك ان انتي ايج. ففي عدد من ال اي دي لايتس اللي حق كل حاله شلون نستخدمه. نعم. في انتي ايج، في حق نظاره و brightness، والبلو لايت اكثر يكون حق الاكني. اي هني هاي انجكشنز اوف هاي السكن بوسترز هني. هذا لين عباره عن الهايلورونيك اسيد اللي هو نفس الماده اللي موجوده اللي ترطب البشره عندنا، ونفس الماده اللي احنا نستخدمها في الفيلرز. نعم. في كل فيلر يختلف وين انا بحطه، يعني الكثافه مالته. فالنوع اللي نستخدمه في السكن بوستر يكون هو اللي وايد في سيوله. فشي يسوي؟ يسوي نظاره في شويه لفت بسيط يعني. بس لفت يسوي ترطيب. فالنتيجه تكون حلوه. في اتصال ناخذه. السلام عليكم. الو مساء الخير. مرحبا، من معي؟ معكم ابو جاسم. هلا اخوي ابو جاسم، تفضل. بس انا حاب اسال دكتوره، انا في فتره الشتاء عندي في يصيبني في جسمي او في اليد يعني بالذات اكزيميا. لا لا، وفي الواي في خاصه مني صوب الشفة يصير عندي نفس اللي هو نفس الحساسيه بدور نفس القشور. اذا رحت راجعت الدكتور قلت له شنو سبب الاكزيميا؟ قال لي انت تستعمل عده فوط يسبب لك اكزيميا، فاستعملت فوطه واحده. يعني في كل سنه يصير لك الاكزيميا. ما اعرف شنو اسوي اياها، ولدرجه ان حتى يجيني حكه في راسي بسبب ال ال ومن متى تعاني من هاي المشكله؟ في يعني 3 سنوات كل من الشتاء. هل استخدمت علاجات من يعني كريمات؟ بس ما يعني ما استعمل الكريم يعني يخوف، بس ما قاعد يروح. تالي من حد الكريم يرجع من جديد. دكتوره عندي شيء سؤال. بس من 3 سنوات وما كان عنده هاي المشكله من قبل؟ لا. انزين، ويحس بسوري يعني يحس بالحكه؟ هل في وايد حكه؟ وايد حكه. انزين، هلا اخوي ابو جاسم شلونك؟ الحمد لله تمام. انزين، بس الحكه وتظل الحكه في نفس المكان ولا تحسها تنتقل؟ الحكه يعني هي تزيل في اليد وتنتقل لي حق جسمي. ليك جسمك، اوكي. وخاصه في فروه الراس، لا اذا احك يعني في نفس التساقط مال الشعر بسبب ال 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 هذه البذور او الاكزيما والحساسيه. اوكي. نعم. اوكي، ان شاء الله. ان شاء الله بنفيدك بالاجابه اخوي. دكتور عشان نعرف شنو الاكزيما بالبدايه وبعدين ننصح شنو اخونا ابو جاسم يقدر يسوي. ان شاء الله. انزين، الاكزيما يعني يمكن وايد السبكتروم مالها عود عند المرضى. بس هو الاكزيما شنو هي؟ هي بعد يسمونها ايتوبيك درماتايتس، اللي هي تكون عباره عن بشره جافه جدا. يعني اتس لايك ان اي دونت نو هاو تو سي ات، يعني مثل قوليها بالانجليزي كانت مترجمه عندنا. لا يعني بقول انه هو شيء ايتوبيك، يعني هو شيء كنا الجسم قاعد يهاجم الجسم يسبب هاي الجفاف. نعم. اللي يصير في الايتوبي هو عباره عن اسره عندك الجفاف اللي يصير في البشره، الضيجه اللي تصير في الصدر، الناس اللي يكونوا مزكمين على طول او اللي عينهم تدمع على طول، هاي كلها عباره عن اسره واحده. حساسيه، هاي الكلمه حساسيه. زين، فهو عباره عن حساسيه. شو تسبب؟ سبب جفاف في البشره. كل ما البشره صارت جافه كل ما الواحد حس انه هو عنده الاحساس انه هو بيحك، كل ما هو حك زياده الاحساس بالحكه يزيد ويصير عنده مثل حلقه مفرقه، يصير في جروح بكتيريا تدخل ويصير يعني يأجج الموضوع. اي أجج ويتم يستمر. فالاكزيما يعني شيء الواحد يبتدي يحسه حتى من عهد الطفوله، مو شرط انه هو لازم يكون من الطفوله، بس اكثريته يكون مع الطفوله ويكون عباره عن جفاف في الجلد. في كل مرحله عمريه هاي الجفاف ينتقل يصير مكانه، يعني الكلاسيك ماله في مكان مختلف.
يظل الناس اي جفاف او اي شيء يعني they refer to it او يطلقون عليه اسم الاكزيما، بس هو مو شرط انه هو يكون اكزيما، قد يكون فقط جفاف. واحنا قلنا في بدايه الحلقه انه في الشتاء وايد يكون في جفاف، ويكون في وايد يعني تزيد نسبه الجفاف بسبب انه يعني برد، وساعات الناس يلبسون ما تشرب ماي ويلبسون صوف، وايد عوامل. ما اعتقد ان الفوطه، انا ما عرفت شلون الفوطه دشت في الموضوع، بس ما اعتقد ان الفوطه لها علاقه في الموضوع. لكن الافضل ان الاخ ابو جاسم انه هو دائما يستخدم المرطبات، ويحاول انه هو قبل لا تصير الحكه وقبل لا يصير الجفاف انه هو يكون في وقايه، وهو عارف انه هو قاعد يصيده في هاي الموسم، يبتدي من الحين المرطب والغسول اللي هو يستخدمه حق السبوح يكون مختلف. الشيء الثاني اللي قد يكون هو قال انه هو عنده حكه في فروه الراس، ساعات في نوع من انواع الاكزيما الدهنيه، هاي بعد يعني انتيتي ثاني من الاكزيما اللي يكون العكس، مو من الجفاف، من الدهون، وهاي يكون اكثر يزيد ويا الستريس ويا هاي الاشياء، يكون لها انواع من الشامبو والاشياء المتخصصه له. فالافضل ان طبيب مختص اجان يكشف عليه ويقول له بالضبط شنو الاشياء اللي تناسبه، واحتمال اذا هو قدر انه هو يعرف الاشياء المناسبه له يقدر هو بس يتبعها في كل موسم، هو عارف ان هاي الشيء بيرجع يتجنب هذه المشكله. دكتوره، يمكن دكتوره شريفه تكلمت او سالت عن العلاجات الموجوده في العياده، نبي نكمل هذه العلاجات، يمكن ما عندنا وايد وقت، بس بنتكلم عن البوتوكس. الحين البوتوكس صاير شيء يعني شائع، الناس كلها تسويه، ما ياخذ وقت، ما يالم، ونتائجه جدا يعني جميله مثل ما نقول. فشنو هو البوتوكس؟ ايش كثر الناس يعني ايش كثر المده اللي الناس تقدر تسويها فيه؟ هل في مخاطر للبوتوكس، خاصه اذا ما كان يعني ان ذوي الاختصاص هم اللي يسوون هذه العمليه المصغره مثل ما نقول؟ البوتوكس هو توكسن، زين، يعني سم، سموم، بس ما كنت بقول سموم، انت قلت سموم، ترجمتها صح. زين، لا، هو نوع العلاج اللي احنا نسويه، شيء يسويه يريح العضله، يخلي العضله هذه اللي احنا نكمشها اللي يحركها يرخيها، زين، يريحها شويه. فشي يصير مثل الواحد لما يروح الجيم وقاعد يسوي ريبس، كل ما انت تعيد الريبس كل ما انت يو بيلد ماسل، يعني تبني العضله. ففي حاله بالضبط هو نفس الشيء حق التجاعيد، كل ما انت استخدمت العضله اكثر كل ما انت التجاعيد صارت اعمق. احنا نبي نتجنب المرحله اللي التجاعيد تكون موجوده اترست، يعني والواحد ما قاعد يحرك وجهه. ف نستخدم البوتوكس لهاي الشيء، واحنا نحاول ان احنا نرخي فيه العضله ونريحها بحيث ان الواحد ما يقدر يحركها. اذا البوتوكس تم بطريقه صحيحه وعلى ايادي مختصه، فالنتيجه ممكن تكون وايد وايد حلوه، تستمر خلينا نقول من 3 إلى 6 أشهر. اعراضها الجانبيه، الاعراض الجانبيه يمكن الايميديت ممكن انه يكون في يمكن بروزنج او سويلنج او شيء هاللون اللي هو كدمات. الاعراض سيريس اعراض، هو ترى ما في وايد سيريس اعراض، لان البوتوكس ينتهي من الجسم، يعني مؤقت، نتيجته جدا مؤقته. بس اذا يعني اعطى بطريقه خاطئه ممكن انه مثلا يسبب ارتخاء في الجفن، او انه مثلا الحاجب مثلا يرتفع بزياده، او الشخص يكون شكله غاضب، او مثلا يكون فروزن لوك، يعني جامد كذي ما في اي تعابير. أنا دائما أقول إن هذا الشيء يعني صار بطريقة حلوة، إذا الواحد سوى هاي الشيء مو لتغيير شكل، هو إحنا لازم هاي الشيء يعني نأكد عليه إنه هو ما لازم الواحد يغير شكله، لأن كل واحد يعني الله خلقه في أحسن صورة، فإحنا هاي الأشياء كلها it's just يعني مثل ما تقول محافظة، إحنا قاعدين نحافظ على هاي الشيء، ان احنا نحاول نخليه تلب از لونج. متى ما الشخص بدا انه هو يحاول انه يغير في شكله، هني الاشياء تبتدي تصير اوفر. الواحد لازم بالضبط يصير غير طبيعيه ومو بحلو، يعني يعني لازم ما في شيء ستاندرد حق كل وي، لا، هو كل شخص وعلى اللي يناسبه هو، والشخص الشيء اللي بيطلع الاحلى فيه، ما يغير في شكله. فطالما احنا اذا التزمنا بهاي القاعده وعرفنا ان احنا ما نروح اوفر بورد ويصير الموضوع يعني بكثره او يعني ادمان، وصار الشيء مثل ما تقولون انيق، كل ما احنا تجنبنا كل هالمشاكل. فعلا كلام جميل صراحه دكتوره، يعني الناس دائما لما تفكر في التجميل او حتى مصطلح التجميل كذا تحس انه يعني واحده بتغير شكلها او الشخص بغير شكله، بس
هذه الفكرة، أنه مو تغيير الشكل، إنما يعني علاجات قد تحسن أو يعني مثل ما تقول تعزيز الجمال. تعزيز، شكرا. نعم. أنا حبينا أن أنتي زينة. من البداية من قبل الهواء أنا قلت. هو فقط تعزيز لأن ما حد يعني بيسوينا أحلى من خلقة الله سبحانه وتعالى. فهو أحد طالما إحنا ماشيين في هاي الطريق وعارفين إن this is الشيء اللي إحنا قاعد نسويه هو ذي الغرض منه، إن شاء الله ما بيكون في شيء يعني. نعم. يعني دكتورة خلينا نتكلم عن إذا الشخص أهمل علاج مشاكل البشرة أو أهمل العناية بالبشرة، شنو الأمور أو الأضرار المترتبة؟ طبعا يعتمد على نوع المشكلة. في حالة الحرارة إذا الشخص أهملها وكان الشخص يعني بشرته من النوع اللي تحفر أو تسوي ندوب أو تسوي آثار قوية، فهو يعني يمشي في درب مختلف تماما. لأن يعني لو سألتني هالسؤال من كم سنة كان بقولك بس ما في حل، متى ما الندوب صارت الندوب صارت. الحمد لله إن في تكنولوجيا الحين والطب تطور وصار فيه نحن نقدر بعد ما نشيلهم تماماً، لكن نقدر نحن نخفف منهم إنه ما يكونون ظاهرين as much. فالواحد كل ما قدر إنه هو يعالج في أجرب فرصة كل ما كان أفضل. الشخص اللي عنده مثلاً مشاكل شيء بكتيري أو دمامل أو شيء هاللون وما عالجها بعد يعني عنده ريسك إن هاي الشيء يعني الانفكشن مو بس يترك أثر يسوي ينتقل إلى أشياء ثانية. يعني في يعتمد على نوع المشكلة. فأنا دائما أقول إذا الشيء مثلا في شك أو قد يكون شيء مو طبيعي، الأفضل دائما أن الواحد يراجع الطبيب ويتأكد أن هو قاعد يعني يسوي الشيء الصحيح حق هاي الفترة. دائما نقول احنا يعني في حتى في البرنامج ان الاعراض تاثر على الجسم هو طريقه جسمك انه يخبرك انه في شيء غير طبيعي، فلازم تروح حق ذوي الاختصاص. دكتور احنا تكلمنا عن البوتوكس بس ما تكلمنا عن الفيلر، يعني يمكن قلنا في البدايه في انواع مختلفه من الفيلر، بس شنو الفرق بين البوتوكس والفيلر؟ شنو استخدامات هذه واستخدامات هذه؟ وساعات في ناس يعني مكسون في نفس الهاي، فشنو تفيدينا بالجواب؟ زين هم طبعا مختلفين تماما. نعم. زين البوتوكس مثل ما قلنا هو التوكسين اللي نرخي فيه العضله. الفيلر من اسمه هو فيلر، يعني الناس كانوا في السابق يستخدمونه فور فيلينج، مثلا الشخص اللي يبي يسوي مثلا في الشفايف او في شيء. الحين اختلفت الرؤيه، صار الفيلر احنا نستخدمه حتى فور ليفتنج، ومثل ما قلنا احنا ما نبي نغير شكل، لكن احنا مثلا نبي ان الوجه يكون فريش اكثر. احلى شيء في الدنيا ان الواحد ما حد يقول لك انت ايش سويت، احلى شيء يقول لك انت متغير. ايه. في شيء غير محلو. اي محلو ضعفانه. في احلى شيء ضعفانه طبعا. في شيء يعني شكلك نايم زين هالويكند. إيه مرتاح. يعني هو هاي اللي احنا نبي نوصل له، فاحنا نستخدم الفيلر عشان احنا نوصل تو ذات. الاحسن طبعا ان كل شيء يكون تدريجي وما يكون مره واحده، لازم الواحد يعني يبني الشيء عشان الشيء يكون طبيعي. ما يصير انت اليوم تتخلى لون شكلك وتطلع عقب شويه لون شكلك ومو بحلو ومو طبيعي، وبيكون في اكيد مليون بالمئة تغيير في شكلك. لا، احنا نبي الشيء يصير تدريجي. احلى شيء مثل ما قلت لك ممكن تجيني المريض تقول لي ما حد شاف، ما حد قال لي شيء. هاي يعني انا بالنسبه لي this is perfect. لان بعدين انا براويها، I'll show her the before and I'll show her the after and she will see. بس for me انا ارضاني انه ما حد انتبه حق هاي الشيء، لأن معناته أنه هو ساتل وساتل يعني دكتورة ساتل هو يعني مو مبين. أي مو مبين، شيء وايد طبيعي. إنزين وتدريجي وطبيعي، ومعناته أنه ما غيرنا في شكلها وأن شكلها يعني حلو. نعم. فاحنا نستخدم أنواع الفيلر إذا كان الحين في كل مكان تقريبا تقدر تحط الفيلر، بس لازم يكون على ايدي مختصه، لان الفيلر الحين احنا قلنا البوتوكس ما له اعراض لانه يروح. لا، الفيلر لا اعراض، الفيلر قد يكون له اعراض جدا جدا وخيمه. انزين لان يعني اذا حقن بطريقه خطا او سد بسل او شيء هلون يعني ممكن فعلا يكون شيء يعني ماساه. المهم في الموضوع مو بان الشخص ما يصيد الكومبليكيشن، المهم الشخص اذا صار الكومبليكيشن شلون بيتم التعامل معاه. يعني احنا وانا واعرف زملائي هنا في البحرين على الاقل مره مرتين في السنه احنا نروح بنسوي الاناتوميك كورسز اللي هو التشريح، بحيث انه مع انه يعني ما بيتغير بالضبط. لكن انت تروح بس ريفرشمنت عشان تتاكد انك انت عارف انه هاي هني موجود وهني هاي موجود وهني تحقن هاللون وهني تسوي هاللون. وعلى طول انت مثل ما قلنا في البدايه احنا دراسه مستمره وعلى طول في شيء جديد، ولازم هاي الشيء يعني تكون عارف شنو الأشياء الجديدة اللي تصير وشنو الأشياء شلون التعامل إذا صار. فبالذات في موضوع الفيلر وايد مهم إن الشخص يختار الطبيب بشكل صحيح وطبعا هذه والمادة
نعم صحيح. وطبعا هذه بعد مثل ما تفضلتي دكتورة عن تجديد المعلومات، هي أشياء من الشروط اللي تحطها هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية. طبعا مشكورة ونوجه لهم تحية على أساس نتأكد أن أطبائنا وعاملين في القطاع الصحي يكونون up to date. دكتورة انتهى الوقت للأسف، عندي أنا وايد أسئلة بس عقب الهواء بسألك إن شاء الله. إن شاء الله مشكورة على طبعا المعلومات، الحلقة جدا كانت مشكورين على استضافتي وإن شاء الله أكون كنت مفيدة. أكيد دكتورة. أعزائنا المشاهدين، كانت معنا اليوم الدكتورة هالة عبد الوهاب محمد، استشارية أمراض الجلدية والتجميل. نشكر الدكتورة على الحضور على المعلومات القيمة. ولنا مشاهدين لقاء يجدد معاكم الأسبوع القادم في نفس الموعد بإذن الله. في الختام نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. مع السلامة.